اموات. اسمعي بس والاحكام بتاعته. تذبح الاموات يعني ايه؟ انا بذبح للاموات، بذبح للبدوي. ايه رايك فيه؟ ده من اهم افعال الشرك طبعا. شرك ذبح لله يعني ابقى كافر. انا كافر. الفعل سيدتنا العزيزه واحده واحده. انا بس هرد عليك واحده واحده وبترد علي. هي المساله فيها رد. ايوه الذبح الانسان يذبح لله والبسم لله يذبح. انت عايز ترد تجيب اي ما هو تخريف ان ينفع نذبح عند البدوي كان بنذبح لهبل ولات والعزى. يا استاذنا العزيز انا مش بتكلم معاك. الذي كان يذبح للاموات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم حينما انتقلت امنا خديجه رضي الله عنها. تقول السيدة عائشة كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح الذبيحة يقسمها ويجعل ذلك في صدقات خديجة. إذن ده أنت بتهزر. حضرتك بتهزر. حضرتك بتهزر. لو سمحت في فرق بين أنا أذبح أضحية أو أذبح ذبيحة وأدي لحضرتك وأدي لكده توزيع. إنه في فرق. أنا أذبح عند مقام سيدي فلان أذبح وكأنه هو اللي المسؤول عن الذبح. إنما أنا أذبح الذبيحة وأوديها لأصحاب خديجة رضي الله عنها أو حضرتك أو الأستاذ ده دي تقسيمة زي ما بقسم مثلا أضحية أو غيرها. فده كده هزار وتدخيل الكلام في بعض. يبقى كلام مش علمي أصلا. مش كلام علمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من ذبح للأموات صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الثانية الاستغاثة بالماء. ده خارج مجال النقاش كده. مش انت بتتكلم في كده خارج مجال النقاش. مش انت بتتكلم في التصوف يا ابني. ده انت كده حضرتك يعني معلش عديت الـ 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 الحاجة القصوى للكلام. بقى انت بتسوي واحد بيذبح للأموات أو يذبح للمقامات واللي منه واحد بيذبح ذبيحة ويمشي بيها للناس. لا لحظة. إيه اللي جاب ده يعني بيذبح لغير يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثانية بعد إذن حضرتك كده بيذبح لغير الله. طب بعد إذنك ما أنا بسألك سؤال واضح. نعم. كده النبي بيذبح لغير الله. النبي يذبح صلى الله عليه وسلم ويجعل ذلك في صدقات خديجه. يذبح لغير الله ولا بيذبح لله ويوزع ويوزع وهذا ذبح للبدوي ويذبح لله سبحانه وتعالى. يذبح للبدوي. فاضل بس ثلاث دقائق انا هنعرض الفيديو للاستاذه ايناس الدغيدي برضه لها